فيها جوج بيضات وستة المعالق كبار ديال الزيت وستة المعالق كبار ديال سنيدة وستة المعالق كبار ديال الحليب وخمارة وجوج معالق ديال الكاكاو ومية غرام ديال الطحين. كتخلطي كل شيء وكتغربلي الطحين مع الكاكاو وخمارة وكتزيدي على داك البيض وسنيدة اللي طربتي والحليب والزيت وكديريها في الفران. ملي كتخرجيها من الفران كتاخدي كتصاوبي كاس ديال الماء وتقريبا معلقة ديال نسكافي كتغلى كتسقي بها ديك الكيكة اللي صاوبتيها. كتاخدي كاسرونة كديري فيها السترو ديال الحليب وجوج فلون ديال 4 دراهم جوج كغاميل كديريهم فوق البوطة تا كيغلى وكتحيديهم. كتاخدي 200 غرام ديال لاكخيم فخيش و17 قطعة ديال البيسكوي هيرني الصابلي اللي عندك كتهرمشيها وكتزيدي عليها داك لاكريم اللي قلت لك ما طالع ما والو ليكيد ما